هذه الفعالية تم تنظيمها استمرارا لفعاليات سابقة وكثيرة احتجاجا على تقليصات الوكالة المستمرة والمتوالية ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة. في هذا الوضع الذي تجتاح فيه أزمة كورونا البلاد والتي يعاني منها في مخيمات الشاطئ في مخيمات اللاجئين يعانون منها اقتصاديا. لا زالت اللجان الشعبية للاجئين مستمرة في الاعتصام أمام مقرات الأمم المتحدة لتذكير العالم بقضية اللاجئين وألا يعني يذهب الدور الأممي للأمم المتحدة فيما يتعلق في احتضان قضية اللاجئين في كل مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات. وهذه الوقفات أيضا هي للمطالبة بوقف تقليصات الوكالة الخدماتية والغذائية وأيضا فيما يتعلق في الرواتب الموظفين، وهذا بالتأكيد أيضا مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العمل على يعني تقديم كل الخدمات اللازمة للاجئين وألا يعني يغفل عن قضية اللاجئين فيما يتعلق في قرار 194، لأن الأمم المتحدة كفلت عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وفق قرار الأمم المتحدة الذي يعني أقرته كل الشرائع الدولية، وبالتالي لابد أن نستمر في حراكنا من أجل الضغط على الأمم المتحدة والضغط على كل المنظمات الدولية لكي تعترف بقضية اللاجئين وألا تنساها مع الزمن. احنا جايين علشان نوصل صوتنا لجميع الدول وخاصة الدول اللي كانت سبب في نكبتنا وتشريد الشعب الفلسطيني مثل أمريكا وبريطانيا، هدول كلهم يقفوا أمام مسؤوليات الشعب الفلسطيني كلهيته. مطالبنا أنهم ينظروا للشعب الفلسطيني المشرد، خاصة الناس اللي في المخيمات. ما بصير هذا الكلام، صفقة القرن واندفنت مع ترامب، ماشي؟ كان هذا تركيع للشعب الفلسطيني، لكن صفقة القرن اندفنت. مادام اندفنت مع ترامب ولا مزابل التاريخ، مفروض ينظروا للشعب الفلسطيني. العودة إلى فلسطين، حق العودة إلى فلسطين، ونفذ بابنا مساعدة. ويا ماتياس اسمع، اللاجئ لازم يرجع، بكفيك زبوطك. احنا بدنا ما اذا هم ما بدهم يعطونا الكابونه او يقلصوا الكابونه، احنا بدنا يرجعونا لبلادنا وما بدنا منهم شيء. احنا قادرين انه احنا نخلق حياه، احنا الشعب الفلسطيني شعب جبار، يعني باصعب الظروف بدبر حاله.